السلام عليكم أحبتي متابعي قناة كارتون شو، أهلا وسهلا بكم. هذا هو الدرس السادس في طريقة عمل فيلم بالرسوم المتحركة. هذا هو منهاجنا إذا تلاحظون، اللي أخذنا فكرة عامة ورسم الشخصيات، تصميم العظام والأكشن، وهسه نجي إلى الخلفية نفتح الأنمي وراح نشتغل أول مرة نسوي خطين جايد حتى نشتغل عليهم الخلفيات. الحائط الجايد يعني هو عبارة عن ستروك، خط يمين وخط يسار ونمشي عليه. نلاحظوا هسه الطريقة، أول مرة خلنا نرسم الحائط. هذا هو حائط، حائط الرسمة بحيث المركز يصير بالوسط، المركز يصير بالوسط جدا. هسه نجي نرسم لاين نسميه، هسه هذا خلنا نسميه وول، هذا اسمه وول. نجيبه لازم التسميات يعني ضرورية التسميات. هسه راح نسوي فاكتر جديد، والفاكتر الجديد نسميه لاين. اللاين يعني الخطين، الستروك اللي راح نسويه. نشوف شلون ستروك، وهذه الطريقة تقدر أن تشتغل كل شغلك بهن. هذا خط، لاحظ ناخذه من المركز خط، والخط الثاني هذا هو عبارة ستروك. هسه بس نلونه، هذا ستروك نضغط عليه ونسميه ستروك، ونقول له شوية نخفف على الستروك مالته على الخط، نضعفه شوية. لاحظ هذا الخطين راح نستخدمهن بعملنا، يعني نحدد الحائط. هسه نجي على الحائط، هذا الحائط إذا تلاحظ نخلي الستروك الخطوط اللاين. لاحظ نجيب الخط الأول منا من الزاوية العليا اليسرى، وشوية نصغرها، خلينا نصغر الحائط شوية حتى يبان عندنا بشكل أفضل. هسه هذا الخط الأول إذا تلاحظه، بس عدل الخطوط، ولاحظ إنك من تشتغل إذا تريد تشتغل على اللاين تنزل على اللاين، لا تسوي لك أي فاكتور على اللاين، اللاين يبقى خط واحدة. لاحظ هذا اجى بشكل يعني، هسه ننطي شويه لون اغمق، ننطي لون اغمق قليلا. احنا ما راح نستخدم ستروك مع الرسم، راح فقط نسويه على عباره عن شكل ظل، يعني يصير ظلال. من نسوي لون واللون الثاني تباين بالالوان راح يصير مثل الظل اذا تلاحظ. هسه نجي لللاين، شوف ناخذ الجناح الثاني هذا نجيبه في هاي الزاويه، نسوي على شكل زاويه. انت بعد هذه الشغله ان شاء الله تشتغلها بكل الشغلات اللي عندك، يعني اي شيء تريد تسوي سوي. هاي عباره عن لاينين خطين وتشتغل عليها. هسه نجيب هذه الزاويه نخليها. هسه انت من تشوفها راح تعرف الفكرة من عنده، ما ادري ما قدرت اوصلها انا شلون الطريقة. هسه هذا لاحظ شلون يجي بشكل مضبوط، يعني اذا ندوس كنترول اول نشوفه شلون طريقته. هسه هذا نسوي الجانب الاخر، ونقدر هذا اللاير اللي سويناه نقدر نسوي نستنسخه. نرجع على الوول، ايضا نجيب لنا مستطيل، نجيب مستطيل ونخلي زوايا. لاحظ زاويه شلون تجي عليه كلش، بس دير بالك النقاط ما تنطبق واحده على الثانيه. هسه راح كمل الحائط الثاني، لاحظ نطلعها خارج شاشه العرض، نطلعها خارج شاشه العرض. هسه اذا تلاحظ صار عندنا تباين باللون اولا، اثنين قياسات مضبوطة بسبب هذا الجايد اللي استخدمناه اللي هو سميناه اللاين. اللاين هو هذا الجايد اللي اشتغلناه، اللي تشوفون الخط الاسود بالجهة اليسرى. لا كنترولر شفناه شلونه. هسه نفتح لنا فاكتر جديد نسوي به الارضية ونسوي به السقف. نختار ان لون يختلف عنهن، لون من هذا اللون الرصاصي، نسوي لنا اثنين، هذا مستطيل منا ومستطيل فوق، او نقدر هو بكبره نفسه نكبره
نفسه نكبره ونخليه تحت هذا اللاير، تحت لاير الوول. هذا هو، لاحظ شلون يصير. هذا شلنا اللاير، هسه اذا كنترول ار لاحظ شلون صار شكله، هذا صار شكله. هنا راح نستخدم الجايد، راح نستخدم اللاينين، هذا الخطين اللي سويناهن بكل شيء، يعني شباك، سجادة. هسه راح نسوي السجادة اللي بالأرضية، سجادة بالأرضية راح نسوي هنا. لاحظ شلون سحبتهن الخطين، يعني خطين سحبتهن شكل. هذا الخطين طبعا بالأخير راح نذبهن، يعني راح نمسحهن. هسه نختار لنا لون، خلنا نختار اختارينا الأحمر. هسه نجي شوف نمشي الزوايا مالتها ويا الجايد ويا اللاين. هذا شوف لاحظ ويا اللاين، نمشيهن ويا اللاين، يجي القياس مضبوط، يجي قياسك مضبوط، يعني المشاهدة، يعني ما تحتاج. انت تقدر تسوي بالرسم الحر، احنا راح نسوي الرسم الحر، راح نسوي التلفزيون، لان التلفزيون امامنا هو عبارة عن مستطيل عادي، هو والتيبل مالته. هسه اذا تلاحظ هذه السجادة هسه صارت. احنا اذا نشيل اللاين ونسوي كنترول ار حتى نشوفه شلون طريقته، هذا كنترول ار، لاحظ قياسات اجت جدا مضبوطة واجت. هذه بعدين نغيرها السجادة، انت تريد تخلي بيها صورة عبارة عن سجادة تريد هاي. المهم هي هذه طريقة رسم الخلفية احنا هسه اليوم، حتى هذه راح نشتغلها احنا بالمشهد الاول للمشهد الاخير اللي قصة الراوية بالسيناريو مالتنا. الان نفتح فاكتور جديد، وهذا الفاكتور راح نرسمه. لاحظ راح نرسم التيبل الميز اللي يصير عليه التلفزيون. لاحظ احنا جاي نستخدم فقط في الكولر، يعني ما جاي نستخدم ستروك، ما جاي نلون الستروك، وانما فقط الفل حتى يصير تباين. لاحظ هسه احنا سويناها، نغير اللون، نخففه، نخليه شويه افتح، نقول له اوكي، حتى نسوي المجرات، ما ادري ايش تسموها انتم بالدول العربيه، احنا نسميها جرار بالعراق، اللي يتخلى بالمواد او اي شيء ثاني. هسه نسوي اكرة المجر، هذا الاكرة يعني الماسك، هذه اللي يمسكوها. وكو تباين بالالوان وتباين باللهجات، يعني انا اللهجة ما ادري يفهموها اخواننا في لبنان، في مصر، في المغرب، بالجزائر، في تونس. هو هذا اللي نسويه، راح نستنسخه، نأشره ونقول له كنترول سي وبعدين كنترول في. من نقول له كنترول في راح تصير نسخه ثانيه. هسه همين نسوي كنترول في على اساس احنا هذا ثلاثه كافيات، بس نعدل امكنتهن، نعدل امكنتهن شويه، ننزل هاي. انت شلون الطريقه اللي تريد تسويها، فدائما تكون حريص على ان يكون الشغل، لا تستعجل به، اصبر شويه، لان الاستعجال ما يجيب لك نتيجه مضبوطه. احنا طبعا هاي الدروس ناطينها درس الرسم هاي، لكن هاي الدوره سوينا لها قائمه تشغيل الوحده حتى اللي يدخل عليها يشوف كل شيء، يشوف كل شيء. احنا بعدنا ما بدينا بالسيناريو، يعني هذا هسه سوينا الخلفيه، وان شاء الله هذا ان كلهن نظللهن ونقول لهن كنترول سي، بس نعدل مكانهن، نقول لهن كنترول سي وبعدين كنترول في، نسحبهن كنترول في، سحبناهن. هسه نخلي الفجوه اللي هي بالوسط، وسط هذا التيبل، هسه الفجوه بالوسط، بس نختار لها لون. اول مره خلينا نسوي شيء جمالي، يعني مستطيل فوق، مستطيل فوق هذا خليه. هسه لاحظ ان احنا جاي نسوي اوتوفيل فقط، يعني ما جاي اخلي ستروك، يعني ماكو خطوط تحديد. هسه راح نخلي المنطقه الوسطى هذه حتى لا تصير فارغه. بهذه الطريقه تقدر تسوي كل شيء. انا سويت لك نموذج، هذا كلهن نماذج،
وبعدين شوية راح نستخدم المكتبة أيضا. باستطاعتك أن تجيب صورة من المكتبة أو تجيب بروبز من المكتبة، أي شيء تجيبه من المكتبة وتشتغله. لاحظ ها سوينا الداخل، داخل التابل هذا. أيضا تقدر تجيب صورة من الإنترنت وتخليها خلفية بدون لا ترسم وتتعب، وهاي يعني إذا ما تريد يعني عندك شخصية، وجيب لك أي غرفة روم مثلا، روم كارتون اكتب تلقى بالإنترنت، نزله ولا هذا التعب اللي تريد تتعبه. لكن إذا أردت تشتغل شغل حلو، يعني يصير شغلك حلو وهاي وشغلاتك الخاصة، احنا نعرف مو كل شيء احنا نريده لنا، يعني مو كل شيء سلاح، بس نحدده يعني مو كل شيء من الانترنت، اريد شغلات خاصة بينا، يعني شغلات الخاصة بينا تصير احلى. لاحظ يعني احنا هاي موجود اذا نريد نجيبه، بس شغلة نشتغلها بيدنا ونعرف طريقة الرسم، لان اكو مرات تصير رسم معقد جدا. إذا تشوف هسه راح أسوي التيفي هو عبارة عن مستطيل ننطي أي لون، ننطي الأسود، ننطي الأزرق المسود، يعني هذا التلفزيون راح يكون فوق هاي كنترولر. لاحظ شفناها هسه ناخذ التيفي هنا، نخلي التلفزيون فوق. انت بس يعني هاي الشغلة بحاجة الى نوع من الصبر، يعني عدم الاستعجال. هسه راح نسوي تيفي عن طريقين، راح نسوي مستطيل اسود ومستطيل ثاني. هذا المستطيل الخارجي راح يصير الخارجي، وراح نسوي بداخله مستطيل ثاني اللي هو هسه نقول له كنترول سي كنترول في، نسخناه وسوينا نسخة ثانية. هذه النسخة الثانية اللي راح تصير فوق، بس شوية لاحظ اكو نسخة جوا، نجيبهن نعدلهن بحيث يصير على شكل تلفزيون. نسوي ايضا قاعدة التلفزيون، نسويها لون اسود قاعدة التلفزيون. هذا ناخذ المثلث ناخذه ونعدل بالمثلث. لاحظ ان هي القاعدة صارت امام. شلون ارجعها للخلف؟ ارجع الخلف بطريقين، اما اشرها وبعدين اروح لدرو واقول له سيند تو باك، او اضغط على هذه واضغط عليها وبعدين السهم الاسفل بالكيبورد، شفت مع السهم الاسفل بالكيبورد راح تصير بالخلف، لان هي بلاير واحد. بلايرين اخلي لاير جوا ولاير فوق، تصير هالطريقه. بس اذا لاير واحد وترسم شغلتين، تروح لدرو تاشرها وتروح لدرو وتقول له سين تو باك، توديها للخلف، توديها اجزاء اللاير الواحد للخلف. هسه راح نسوي الصوره على الحائط، صوره على الجدار. راح نسوي هسه الفريم مالت الصوره، وراح نجيب صورة جاهزة من آية قرآنية مباركة اللي هي قل هو الله أحد، هي إيمج راح نجيبها موجودة بالصور، نشوفها موجودة عندنا هنا بالصور، نبحث عنها مع الصور. هسه راح نلقاها، هي قل الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، هي هذه. لاحظ حجمها كبير جدا، راح اجي اصغرها واخليها داخل الفريم اللي سويناه، لاحظ صارت غرفة كاملة. هاي الغرفة احنا سويناها بها الطريقة، احنا نقدر بعدين ناخذها زوم بالكاميرا، زوم يعني زوم ان ندخل عليها او زوم اوت براحتنا، لان الحجم مالها زين لا بأس به. هسه هاي الآية القرآنية ثبتت بمكانها، لاحظها شغل جميل، يعني شغلة حلوة. تقدر تخلي أي صورة من الصور داخل
داخل هاي الفريمة، تسويها الصورة تشتغلها بالفوتوشوب عبارة عن صورة كاملة وجاهزة بدون فريم، أيضا تقدر تشتغل بالفوتوشوب وتجيب الصورة، تجيبها إما تجيبها بي اس دي أو تجيبها بي ان جي، وحتى جي بي جي لأن هي هذه جي بي جي تقدر تجيبها. هسه خلصنا هندني، إذا تلاحظ نحاول نعدل شغلنا، يعني مثلا التلفزيون والتيبل نخليهن كلهن بجروب واحد، يعني نأشرهن كلهن وكليك يمين ونقول له سيلكت وذ جروب، سويناهن كلهن بجروب واحد، نخلي المتشابهات كلهن بجروب واحد. هسه راح نرجع لللاين مالتنا حتى نسوي الباب، لأن الباب على الحائط، هذا راح نسوي الباب، اكو باب راح يصير، راح نسوي الباب لأن الباب على الحائط راح يصير. لاحظ نخلي لاين فوق ولاين تحت، لاحظ شلون طريقة، طريقة سهلة يعني لا تتعب انت بالرسم، ولا هاي تيجي مباشرة. هسه تجيب مستطيل، نختار له لون، الباب نختار له لون، نسوي فاكتور جديد نسميه دور، نخليه فوق. هسه نختار اللون ونجي نرسم المستطيل، بس اللاين نصعده حتى نشوفه، اللاين يصعد للأعلى، هذا اللاين بعدين ينرفوع ينمسح. يعني لاحظ احنا خلينا الزاوية شلونها شلون، جاي نرسم على اللاين، نجي هنا. هسه نجي نعدل بالزوايا مع الخط، لاحظ مع الخط انزلها مع الخط، هذا عمودي هذا مع الخط وذني مع الخط اسويهن. هسه اخلي فريم بالداخل حتى يبين باب عدل، هذه اغير لون، هسه اخفف لون واسوي لي مستطيل بالداخل، مستطيل بالداخل بنفس موازاة الخطين الاسفل والاعلى، نفس طريق موازاة الخط الاسفل والاعلى. هسه لاحظ نزلهن، باستطاعتك ان تستخدم الجايد ايضا، لكن هنا لانهن واضحات ما يحتاج لهن يعني شغل، واضحة بالعين، لأن عندنا القايدة هو عبارة الباب. هسه نسوي إكرة الباب أو يدة الباب، نمسك منها، أعتقد الباب شوية عريض، نقدر شوية نقلل من العرض، لاحظ نسحبه شوية ونعدل، نسحبه ونعدل. عدلهن ذني، لاحظ شلون طلعن. هسه اذا اجيبهن تيجن بالمضبوط، هذا هو الباب. ايضا الشباك بعدين تقدر تشتغله، تقدر تشتغل صورة هنا بصف الباب. احنا راح نجيب قنفات بعدين، اللي هي قنفة اللي هي الكراسي، يعني راح نجيبهن من المكتبة. هاي اليد مال الباب سويناها غير لون، لاحظ اذا هسه نوخر اللاين ونسوي كنترول ار حتى نشوف شغلنا، نشوف شغلنا لي حد وصلنا. هسه نشوف الشغل، لاحظ هذا هو شغلنا الكامل، نعدل مساحة الرؤية، لاحظها. هسه ناخذ من المكتبة، نجي للمكتبة نبحث، نكتب دي كي، اذا نسوي بالسيرش تطلع لنا الكراسي، هاي كراسي قنفات، يعني القنفة نختار لنا كم قنفة راح نخليهن، لأن شخصية الراوي راح تقعد، وراح يقعد مجموعة من الشباب وياه، وراح يتحدثون ويحجون، فجبنا كراسي جاهزة. احنا نقدر نسوي الكراسي احنا فقط. هذه هي طريقة الرسم، يعني عندنا ثلاث طرق، اما الرسم بواسطة الجايد هاي اللي سويناهن الخطوط، يعني الخط اللاينين، أو نقدر نسوي أربع خطوط يعني مو فقط اثنين ونشتغل عليهن كجايد، أو نجيب لنا صورة من الإنترنت جاهزة، يعني نجيب صورة ونخليها، أو إذا نريد نشتغل مثلا الرسم الحر إحنا نرسم بشكل حر بدون لا جايد لا هاي، نجي نرسم ويطلع احتمال رسمنا اذا كنا رسامين عالين. هسه راح نسرع الفيديو، احنا جبناهن لاني جاهزات، راح نسرع الفيديو وراح تشوفون هذه الشغله كلها، يعني
هذا الفيديو نعدل بهن، نعدل بهن اليمين واليسار، هن موجودات، نجيب كم وحدة نجيب هن، وكنترول سي كنترول في يعني، او من دبكث لايت، دبل لايت هو لاير يعني قصدي، راح يصير هسه احنا هنا عملية الشباك. هنا عملية الشباك اذا تلاحظ الشباك يصير بمستوى القنفة، اذا احنا اختارينا هذه، هذا الشباك سوينا، نقدر نسوي شباك، نجي يعني هي هذه كلها راح نسوي، نحدد نسوي لهم ستروك للشباك حتى يبان عندنا يوضح. هذا عبارة عن شباك صار، هي هذه يعني في بجماليات. احنا بهذا الدرس فقط نريد نعلمكم طريقة استخدام هذه الأدوات، يعني انت جاي تستخدمهن وتعدل براحتك. يعني هي هذه الصورة، لاحظها هي شكل صار، هيك صار المنزل، تقدر تضيف عليه إضافات كثيرة، تقدر تخلي شغلات كثيرة. هاي التلفزيون فقط، المهم ان هاي الصورة النهائية. اللي عنده سؤال خليه يسألنا، ولا تنسون تسوي شير، تلمام تشترك بالقناة، خليه يشترك. وبالأخير تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل كارتون شو، مع السلامة.